أمس وفي نفس هذا التوقيت الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون كان بيدخل التاريخ كأول رحلة تجارية للفضاء على متن الطائرة اللي بتصنعها شركة فيرجن جالاكتيك، ورسميا رحلة نجحت بعد عودته بالسلامة. برانسون مو بس نجح لكنه أيضا اتغلب على منافسيه من أصحاب المليارات جيف بيسوس وإيلون ماسك في السباق للفضاء اللي كان قايم بينهم من مدة. كمان بهذه الرحلة برانسون البالغ من العمر 70 سنة بيكون ثاني أكبر شخص سناً بيسافر للفضاء. الرحلة انطلقت من على متن طائرة VSS Unity من صحراء نيو مكسيكو، وبتحمل على متنها برانسون وطيارين وثلاثة متخصصين في المهمات، واستمرت 50 دقيقة. كان بينها دقيقة لدقيقتين شعر فيها برانسون واللي معاه بانعدام الجاذبية وهم على حافة الفضاء، واستغلوا هذه الدقائق القليلة بشكل جيد فأخذوا لهم كده كم لفة في الهواء. نشوف كيف. بالمناسبة برانسون لما رجع الأرض احتفل بنجاحه مع جماهير كبيرة كانت في انتظاره. الحضور بشكل عام نقدر نقول وصل ل 150 شخص، بينهم شخصيات هامة، موظفين، فنانين، حتى كان في طلاب. وبالمناسبة واحد من الطلبة سأل برانسون إذا شاف أي كوكب في رحلته، لكن برانسون رد بمزحة وقال له لا بس شفت مخلوق فضائي. على العموم اللافت كمان أنه إيلون ماسك شخصيا كان من ضمن الحضور وشوهد برفقة طفله، وهذا شيء متوقع لأنه حتى قبل الرحلة نشر برانسون هذه الصورة وصف فيها إيلون ماسك بالصديق الرائع. أما بالنسبة لجيف بيزوس المنافس الثالث في السباق فهو ما حضر اللحظة التاريخية لبرانسون ولا حتى علق ولا بارك له كده على طول، لكن فقط قبل ساعات من الآن منشنه على إنستغرام واكتفى بكلمتين فقال لبرانسون مبروك وعبر عن شوقه للانضمام لنادي سياح أو مسافري الفضاء. وللعلم أصلا قبل هذه الرحلة التاريخية كان في حرب تصريحات بين الشركتين. باختصار شركة برانسون بتقول إنها طالعة الفضاء وحاسبة خط كرمان بالقواعد اللي محدداها الحكومة الأمريكية، وهي ارتفاع 55 ميل أو 80 كيلومتر من سطح البحر، إلى أن شركة بيزوس بتقول إنها حاسبة الخط بمعايير الـ FAI وهو الاتحاد الدولي للطيران في سويسرا، وبحسب معاييره فالخط بيكون على بعد 62 ميل أو 100 كيلومتر. وهذه النقطة كمان علق عليها بعض الأشخاص بعد رحلة برانسون وانتقدوا على وقالوا إنه يعني إنه هو لا ما وصل للفضاء. كمان كان في مقارنات بين شكل طيارة كل شركة من حيث حجم النافذة ونوع السيارة والنظام أو السيستم حقها وعوامل ثانية، وهذا رسم جرافيكي توضيحي صممته صحيفة فاينانشال تايمز بيوضح تفاصيل أكثر عن الفروقات بين الاثنين. على العموم بعد الاستقبال الحافل غرد برانسون بمفاجأة وهي مسابقة يا نصيب تتيح للفائز الحصول على مقعدين على واحدة من الرحلات الفضائية المتوقعة للشركة إطلاقها في أوائل 2022. شروط المسابقة هو أن الشخص ما يقل عمره عن 18 سنة ويكون متطعم من كورونا وكمان يوقع على إخلاء مسؤولية، علما أن المسابقة حتنتهي في أوائل سبتمبر المقبل وحيعلن عن الفائز في 29 من نفس الشهر. وطبعا مثل أي راكب آخر الفائز حيخضع لتدريب مكثف، والجدير ذكره أنه برانسون نشر مقطع من إعلان المسابقة، ونشر هذا المقطع اللي بيتكلم فيه عن تطلعاته للسياحة في الفضاء وجعل الفضاء في يد الجميع. The mission statement that I wrote inside my spacesuit was to turn the dream of space travel into a reality for my grandchildren who are here, for your grandchildren, and for many people who are alive today, for everybody. And having flown to space, I can see even more clearly how Virgin Galactic is the space line for Earth. We're here to make space more accessible to all, and we want to turn the next generation of
dreamers into the astronauts of today and tomorrow. البعض ممكن يشوف كلام برانسون انه سابق لاوانه ويقول له يعني خلاص بعد طلعه واحده قررت تجر البشريه معاك للفضاء. هذا ممكن يكون راي البعض، لكن سواء الشخص اتفق مع كلام برانسون او اختلف معه ما بنقدر ننكر انه هو صنع تاريخ جديد للسياحه، وهو سياحه الفضاء، وبنجاح مهمته بتتقدم شركته الشركات الطامحه زي اوريجين بلو لجيف بيزوس وسبيس اكس لإيلون ماسك. وبالفعل من الان باعت فيرجن جالاكتيك 600 مقعد مخصصه مقابل 250 الف دولار لكل منها. وعلى فكره اللي حجزوا هذه المقاعد بنتكلم نحن شخصيات بيقال انها بارزه زي توم هانكس، جاستن بيبر، ليدي غاغا، ليوناردو دي كابريو. بس بعد هذه الرحلة التاريخية أمس تخيلوا أنه كمان من أوائل الحاجزين كان إيلون ماسك، فهو بذات نفسه اشترى تذكرة بعد نجاح رحلة برانسون. وللعلم هو حاليا في الويتينج ليست بحسب ما كشف عنه متحدث باسم فيرجن جالاكتيك، اللي أشار كمان إلى أنه غير ماسك في 1000 شخص في الانتظار ودفعوا عربون مقدم لرحلات جاية بعد اللي شافوا بالأمس. انضم إلينا من الكويت الأكاديمي والباحث والاستشاري في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي دكتور محمد قاسم. أهلا فيك معنا يا دكتور. غردت على تويتر أنك أنت كمان حاولت تحجز مكان. أي نعم، أنا دخلت على أوميز اللي تكلم عنها ريتشارد برانسون وسجلت، ولا طبعا أي شخص يقدر يروح ويسجل، يسجل مجانا. أنا سجلت بمئة دولار عن 2000 شخص، يعني كأن عندي 2000 نقطة تحسب في من ضمن الاحتمالات، في احتمالات أكثر تزيد شوية. فأنا يعني متمني أن لعل تحصل لي فرصة. بس أنت عارف يا دكتور أنه أكيد في ناس دافعين أكثر بكثير، صح؟ أنا متأكد أن في الحين ملايين الناس مسجلين، بس يعني إذا واحد يحط له حتى لو فرصة قليلة وتحصل زين. أيوه. أنا أيضا يعني في التغريدة شنو ذكرت الموقع وقلت للناس إذا طلعت لك تذكرة احسبني معاك، لأن هناك كرسيين وليس كرسي واحد للموضوع. صح، فأنت يعني بتحاول كمان تشوف أحد يعني ياخدك معه إذا أنت ما قدرت تروح. طيب الله يسهل. إيه نقول يا رب، نقول يا رب يا دكتور. أنت من قد ما أنت متحمس أنا يعني أبغاك تروح يعني. بس بدي أقول لك حاجة، الآن لما برانسون يعني وشركته بيقولوا أنه السياحة الفضائية عندهم كم تجربة الآن، بس أنه 2022 هم حيبتدوا رحلات، ما تظن أنه هو شوي متفائل زيادة عن اللزوم؟ يعني إذا حاليا وصل عند عدد المسجلين أو عدد الدفعات اللي مسجلين فيها إلى 80 مليون دولار، وتخيلي هذا ليس المبلغ الكامل، لأن في ناس حاطين ديبوزيت بقيمة 1000 وفي ناس حاطين المبلغ بالكامل. فأعتقد أن كبداية يعني 80 مليون دولار أعتقد ممتازة، وهذا يحق له أنه يكون سعيد أن هذا الشيء يتفائل فيه. طيب بشكل عام لما نتكلم الآن عن اللي صار أمس، تغطية إعلامية مهولة وكلام كبير في الموضوع والكلام هذا كله، نقدر نقول إنه هو نجح 100%؟ طبعا كرحلة أولى نجحت 100%. أتمنى إنه ما يصير شيء في المستقبل، لأن تدرين الأعطال يعني لا زالت ممكنة، ولكن هذا النجاح هو أول نجاح له. وفي المستقبل لما تبدأ تنطلق المركبات يعني إلى الفضاء عدة مرات، يعني راح يكون نجاح متتالي. فبالتأكيد يعني هو نجح، ونجح في أنه ورى للناس كيف أنه قاعد يطير في الهواء، متعلق في الهواء، كيف كان يطلع على الزجاج خارج النافذة. فهذه يعني ناجح بكل تأكيد. ايوه، يعني هو اصلا الناس لما تفكر انه يعني برانسون يعني فاد بنفسه، يعني برانسون انه راح بنفسه، فاكيد انه الموضوع امن. بس انه هو وجيف بيزوس بيحاولوا شويه يقللوا من موضوع انه في تنافس بينهم، قديش هذا الكلام واقعي ولا فعلا هم من تحت لتحت بدهم كده يعني يقتلوا في بعض عشان يوصلوا اول؟ طبعا كل التصريحات اللي قاعد يصرحون فيها تصريحات ناعمه بكل تأكيد. ريتشارد برانسون عامل نفسه وكأنه هو ليس مهتم أن يكون الأول، إنما كأنه مخطط للموضوع من سابق. وجيف بيزوس الآن يعني دزل رسالة واحدة ناعمة أيضا يذكر أنه يتمنى له الحظ السعيد وما شابه. فأعتقد موجود هذا الإحساس أن سبقني جيف بيزوس، يعني سبق عن طريق ريتشارد برانسون. أعتقد هذا الإحساس موجود. لن يسجل اسمه في التاريخ كأول واحد،
لكن راحت عليه. لكن أكيد يمكن يحاول هو يسوي شيء إضافي في رحلته، وهذا اللي أنا كنت حابة أسألك عنه، أنه الناس جالسة بتقول أنه لا أنت ما طلعت للفضاء، وأنه القياسات اللي معتمدها جيف بيزوس في رحلته اللي رح يطلعها هي اللي حتكون الأفضل. صاير جدل على هذا الموضوع. شوفي، أنا طالعت الشاشة كنت أراقب الرقم أبي أشوف إلى أي درجة يوصل المركبة. وصلت إلى 83 كيلومتر، يعني ما وصلت إلى 100 كيلومتر اللي تعتبر النقطة الفاصلة التعريف، يعني هي مجرد تعريف، ولكن حتى 83 يعني لا يعتبر شيء هين، ويكفي أنهم أصلاً يعني تعلقوا في الهواء. ومع ذلك إحنا نعرف يعني الإيجو لكل الشخصيات هذه عالية جداً، فأكيد جيف بيزوس راح يحتفل أنه ارتفع أعلى منهم كلهم. وحتى إيلون ماسك على فكرة يعني غرد بتغريدة تبين أنه يعني أنتم ما وصلتوا إلى شيء، إحنا رحنا إلى المحطة الفضائية الدولية 400 كيلومتر، وهذا مو هين. يعني بشكل عام، يعني طب نقدر نقول انه برانسون دحين طلع الفضاء ولا ما طلع الفضاء؟ يستحق انه نقول عنه؟ بكل تاكيد طلع على الفضاء خلاص، يعني هذا خلاص وصل. اي خلاص، يعني احنا الحين في حقبه جديده، واللي رسمها واللي حط اسمه عليها وختمها عليها اللي هو ريتشارد برانسون. خلاص. طيب الامور هذه الان هم لما بيسووا هذه الاشياء، نحن لما بنقرا عنها بنقول منافسه بين اصحاب المليارات، انه خلاص هم حققوا كثير اشياء وبدهم يحتلوا الفضاء وما الى ذلك، ولكن هم بيسعوا للربح المادي بالتاكيد من وراء هذا كله. انا سعيد انهم قاعدين يربحون، يعني مثل لما نتكلم عن التطعيمات، الناس تقول الشركات الأدوية تبي تربح، طيب خليهم تربح، خليهم يربحون، يعني ما فيها مشكلة. فهذه الناس صرفت مليارات الدولارات علشان تنجز هذا الإنجاز الكبير. صح. وممتاز. وعلى فكرة يعني لا تنسين أن في هذا الإنجاز وظفوا آلاف الناس، وفتحوا مجال للعمل، وناس قاعدة تشتغل سواء كفراش ولا مهندس ولا طيار ولا صح. غيره، أحسن من أن ما تكون هالوظائف متوفرة، فالفلوس ما قاعد تروح يعني على خالي بلاش، بالعكس. أيوة. شيء زين يعني. أيه. طيب على العموم نحن بنشكرك على هذه الإضافات كلها، ونرجع نلتقي إن شاء الله وقت بيزوس لما يطلع للفضاء عشان نقيم رحلته كمان وقتها إن شاء الله بالسلامة. جالسين يدعوا لي في إذني يعني فريق العمل إنه أنا لازم أطلع الفضاء. تتوقع إنهم ما يحبوني ولا هذا من باب الحب يعني؟ أوه يا ريت تطلعين على الفضاء، على الأقل لما ترجعين إلى تفاعلكم تكون عندك فكرة حقيقية للي قاعد يصير هناك. صح صح. أي والفريق العمل ينبسط، يبدو لي بيتخلصوا مني. شكرا لك، كان معنا من الكويت الأكاديمي والباحث والاستشاري في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي دكتور محمد قاسم.